في كل مكان. أنا موجود عند بحيرة طبعا مش طبرية في شمال كندا، منطقة جميلة جدا، وأنا موجود في هذا المكان بحب العوم. بس الفرق بين بحيرة طبرية والبحيرة هون المي مثل الجليد، يعني تتسبح أو بتعوم في مي مثلجة. وطبعا أحضرت لي في ذكرياتي بحيرة طبرية، لأنه أنا ترعرعت في قنا الجليل وبحيرة طبرية وين تعلمت العوم، وكنت بقضي وقت طويل جدا من غير ما كنت أعرف أهميتها من زمان. لكن لما صرت مؤمن بالرب يسوع المسيح أدركت أهمية بحيرة طبرية. بحيرة طبرية طبعا مش كبير كتير مقارنة مع البحيرات هون، طولها 22 كيلومتر، عرضها 12 كيلومتر، يعني عم تصغر حتى في المساحة. بس الشيء اللي بيذهلني في البحيرة كثرة الخير والبركة. وإحنا بنعرف إنه لما المسيح صنع معجزة صيد السمك مكتوب ملأوا سفينتين، والمعجزة الثانية بعد القيامة صادوا 153 سمكة. الشيء اللي كنت بستغربه في بحيرة طبرية إنه بيستخدموا الشباك، مع إنه بحيرة صغيرة جدا بيستخدموا الشبك حتى يصيدوا، ومكتوب ملأوا سفينتين. طبعا هذه أحضرت لي ذكريات إنه المسيح عاش حول، أو خدمة المسيح كانت حول بحيرة طبرية مثل كفر نحوم والمدن المحيطة. المسيح هدأ العواصف، مشى على الماء، صنع معجزات طبعا صيد السمك، وحول البحيرة صنع معجزات كثيرة. الظاهر وين ما بروح حتى لو بكون في أي بلد، فكرة المواقع الكتابية والأراضي المقدسة دايما بفكري. الحاجز اليوم هو مرض الكورونا اللي عم بحجز السفر، لأنه في كتير مخططات للأمام إنه نصور برامج عديدة من المواقع الكتابية اللي بتحبوها أنتم. لكن اللي بيعجبني في كل الموضوع إنه الله اختار بقعة صغيرة، بحيرة صغيرة، حتى تجرى كل هذه القوات وكل هذه المعجزات. يمكن في بلاد أو مناطق أكثر تكون أجمل من بلادنا أو من بحيرة طبرية، بس بعتقد أنا إنه بحيرة طبرية أجمل مكان في العالم، وأجمل موقع كنت بحبه جبل التطويبات اللي بطل على بحيرة طبرية. فعلا أنت بتحس بحضور الله، وبتحس كأنه عم تسمع الصوت والصدى لكل الأحداث الكتابية اللي تمت في المناطق هناك. فأنا حبيت بس أشارككم في هاي الفكرة إنه عشان تصلوا، صلوا من أجلنا حتى الرب يفتح الأبواب، نستمر بالتصوير في المواقع الكتابية في عدة دول اللي فيها المواقع الكتابية. وخلينا نصلي كمان لبلادنا اللي شافت كل هذه المعجزات واختبرت كل هذه القوات، واللي ابتدأت منها الرسالة والإرسالية المسيحية، فعلا ترجع للرب يسوع المسيح، ونرجع نكون بركة لكل العالم. اللي بيشاهدوني في هذا الفيديو، أنا بصلي إنك تتأمل في المواقع الكتابية، فيها دراسات شيقة وحلوة جدا. الرب يباركك، وشكرا جزيلا على مشاهدتك لهذا الفيديو القصير.